وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: ما الفرق بين الإنصات والاستماع في قول رب عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ نقول أيها الفضلاء المباركون، قال ابن عباس: هذا في الصلاة آكد. وقال أهل العلم: وهذا يكون في الصلاة وفي غيرها. والفرق بين الإنصات والاستماع كما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، قال: الإنصات أنصت ينصت إنصاتا، هذا مصدر من فعل رباعي، همزته همزة قطع. قال السعدي رحمه الله: والإنصات هو عبارة عن ترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن الاستماع. يعني إذا القرآن شغال إنك أنت تترك التحدث وأي شيء يشغلك عن الاستماع. ومن هذا نستفيد أن بعض الناس اللي شغل القرآن في السيارة أو في البيت وما يستمع له، نقول له ما ينفع. الله عز وجل جعل من صفات القرآن له صفتان: الاستماع والإنصات. طيب، هذا الإنصات. طيب، ما هو الاستماع؟ استمع، يستمع استماعا. استمع هذا مصدر فعل خماسي، همزته همزة وصل، الاستماع. والسين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب. يعني ايش؟ ما معنى الاستماع؟ إلقاء السمع واستحضار القلب وتدبر ما تسمع. الله أكبر. إذن الإنصات تترك الشواغل وتترك التحدث وتترك كل ما يشغلك عن الاستماع، والاستماع هو قلنا طلب السمع، تلقيه إلى القارئ، إلى ما يتلى، تستحضر قلبك فلا تكن لاهيا، ثم تتدبر ما تسمع. هذا الفرق بين الاستماع، بين الاستماع والإنصات. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وينصتون ويستمعون إلى القرآن فيفهمون ويعقلون ويتدبرون ويعملون. والله أعلم.